السلام عليكم، معكم محمد عبد الكريم انا معكم في الهندسه الزراعيه في اسوان. معانا النهارده ان شاء الله نموذج تدريبي للطلاب بيقيس درجه الحراره والرطوبه. النموذج بيتكون من اردوينو بريد بورد شاشه ال سي دي 16 في 2 دي اتش تي 11 اللي هو السنسور اللي بيقيس الحراره والرطوبه. حضرتك اول حاجه بنوصل الوصلات دي كلها ببعضها. كل البرنامج محتاجه محتاج بس باور. عملنا البرنامج طبعا وحملناه على البورده لانه هنعمله على الاردوينو هنا وحملناه على البورده. البرنامج تطبيقات البرنامج ده كتيره جدا، ممكن نستخدمه في مزارع الفراخ والفراخات عن طريق اللي انا اتحكم عند درجه حراره معينه، اللي انا اتحكم في الدفايات والمراوح عن طريق ان مثلا نظبط درجه حراره معينه وليكن 30. اذا زادت درجه الحراره عن 30 يقلل عدد الدفايات ويشغل مراوح، اذا قلت عن ال 30 يشغل لي الدفايات. البرنامج ده بيقيس بس وما بيغيرش في القيمه، لكن لو انا عايز اغير في القيمه يمكن تطويره باستخدام ريلي. ممكن اضيف الريلي ده مثلا لو انا استخدمه اول تطبيق، ممكن استخدمه للسمك. هو ده السمك مثلا درجه حراره السمك محتاج مثلا درجه حراره 25، في عندي بيبقى عندي هيتر درجة حرارة لو قلت عن 25 شغل الهيتر، أول ما وصل ل 25 تروح فصل الهيتر. شكرا.